اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من شهاده نجاح. الاشخاص الناجحين الاقوياء هم الاشخاص الذين امتلكوا من الاراده قدرا منعوا ايديهم من ان تتحسس موضع الصفعه. انسان عنده اراده يعني انسان قادر يواجه اي عوامل خارجيه ممكن تاثر عليه. الاراده شيء بين الفشل والنجاح. عندك إرادة يبقى إذن أنت إنسان عارف تتحكم في نفسك، عندك قدرة على التحكم في الذات، وعندك قدرة على أنك أنت تضبط نفسك من أي عوامل خارجية زي ما احنا قلنا. هتتعب شوية لكن اوعى تستسلم، إياك تستسلم لما تواجه أي مشاكل في طريقك وانت بتحقق أهدافك مهما اتعبت. كل شخص مستنيك تقع، اوعى تديله فرصة، علمه يعني إيه معنى القوة وخليه يتعلم منك. كل إنسان ظلمك اشكره، أيوة اشكره، كل من أهدر حقك مش قدرك وقلل قيمتك لأنه هو السبب في أنه زرع جواك روح التحدي والإصرار. أوجد الدوافع لنفسك، قول الحكم والأقوال المحفزة ليك في الحياة. فاكرين المشهد من فيلم كان قديم لما كان في واحد راح لدكتور نفساني وقال له ان هو بيعاني من هو قصير، قال له اقف قدام المرايه وقول لنفسك انا مش قصير واذع انا طويل وهبل. قول لنفسك بس ما تقولش ان انت هبل، يعني قول لنفسك الاقوال المحفزه ليك علشان خاطر تقدر تكمل في طريقك. حدد اهدافك، لازم يكون عندك هدف تحدده. اجعل احلامك لا حدود لها علشان خاطر لو مالكش احلام مش هتعرف انت بتعمل ايه. لا تتأثر بالعوامل الخارجية، اعمل بجد، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اتعلم من اخطائك، سامح اللي ظلمك لكن ما تنساش، لانك لو نسيت هتكرر الخطأ مرة تانية. وفي كذا بوينت كده لازم تبقى تكير فيهم علشان خاطر تكمل طريقك ونجاحك، الا وهم الكسل. اوعى تكسل وانت في طريقك وفي مشوارك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيستعيذ من الكسل وبيقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، لان الكسل ليه تبعات بعد كده، الا وهي انت انسان كسلت بعد كده هتوصل لمرحلة التسويف، هتقعد تسوف بعد كده وتقول بلاش النهاردة انزل اعمل اللي ورايا، طب خليها بكرة، طب خليها الاسبوع الجاي، ويوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي الايام بتعدي وانت الكسل خلاك تسوف وما وصلتش للي انت عايز تعمله. بعد ما وصلت بقى كسل وتسويف، اياك من لوم الاخرين، بطل من لوم الاخرين، لاني بعد ما انت هتقعد تلوم في الاخرين تلقائيا هتلاقي نفسك لوم الاخرين بقى هو الشماعه اللي بتعلق عليها بعد كده اللي انت بتاثر فيه. هتقعد كل شويه تقول طب ما انا رحت وعملت ومحدش وقف جنبي، محدش ساعدني، رحت كذا شغل وفشلت وما قدرتش ومحدش وافق عليا، والكلام ده كله. بطل من لوم الاخرين. بعد كده هيجي مرحله الاهمال. كنا بنسمع الناس بتاعت زمان او الناس اللي اكبر مننا دايما كانوا بيقولوا لنا بيت المهمل بيتخرب قبل بيت الظالم. صحيح، ما هي انت شخص مهمل، انت ظلمت نفسك باهمالك. بعد كده هتيجي مرحلة الخوف. الخوف ربنا ذكر في القرآن آية لما جت السيدة مريم العذراء تعرضت لابتلاء شديد جدا وعظيم جدا، ربنا قال لها ايه؟ وكلي واشربي وقري عينا ولا تخافي ولا تحزني. وفي آية تانية قال لها ألا تحزني، وربنا قال أمر السيدة مريم بأنها ما تخافش، تستعين بالله وتتوكل على الله وتعمل اللي عليها وما تخافش. يبقى إذن ده دينك وربنا اللي قال لك تعمل كده. بعد الخوف بتيجي مرحلة اليأس. لو وصلت لمرحلة اليأس عاملة زي السوسة اللي بتنخور جوه الإنسان، هتقعد تنخور جواك وهتبقى عندك تيجي هتقول لنفسك أو أي حد هيجي يقول لك يا عم خلي عندك أمل في الحياة، تقول له أمل مين؟ زي ما بنسمع أمل ماتت في حادثة قطر، ده أمل معرفش إيه، وتقعد تهزر وتتريق. لا، اليأس فعلا لو تملك منك خلاص انت كده هتلاقي نفسك مرحلة مع مرحلة مع مرحلة فضلت واقف مكانك محلك سر، والايام عمالة تعدي ومش عارف انت بتعمل ايه او ايه هي اهدافك اللي المفروض تحققها. لو سألت واحد، لو سألت نفسك، بلاش سألت واحد،
اقعد مع نفسك كده واسال نفسك ايه هي اهدافك. ممكن ما تلاقيش اجابه، جالك الوقت اللي تقعد مع نفسك وتمسك ورقه وقلم زي ما اي حد بيعمل. مش عيب انك تمسك ورقه وقلم وتكتب فيها زي ما احنا قلنا ردد الحكم والاقوال المحفزه. احنا درسنا وتعلمنا في الطاقه وفي التحفيز وفي علم الطاقه او في جذب الاشياء، انك انت كشخص بتجذب ليك الاشياء سواء ايجابيه او سلبيه. يعني انت مثلا ايه، لو جيت انت كتبت مثلا كده على ورقه انا اقدر، انا استطيع، انا قادر، انا ناجح، كل ما تيجي تلاقي نفسك في وقت من الاوقات الياس جه يمتلكك او الخوف او الكسل، بص على الورقه دي، علقها على ورا الباب، علقها على الحيطه، علقها في اي مكان، بص للورقه دي تقول اه لا انا مش هكسل، لا ده انا كان عندي تارجت كنت عايزه احققه، لا انا كان عندي اهداف كنت المفروض ان انا اعملها، لا انا مش هخلي حد يشمت فيا، لا اللي ظلموني واللي جم عليا مش هخليهم يبقى عندهم حق، لا ده انا هقول له هعلمهم معنى القوه ومعنى الاراده واعلمهم معنى واخليهم يقولوا ان هم كانوا السبب في ان ايوه هم السبب في ان هم زرعوا جواك روح التحدي والإصرار والعزيمة. هتقع مفيهاش حاجة، كلنا بنقع، بس العيب إنك لما تقع تفضل واقف مكانك، اقف على رجليك من أول وجديد. هتفشل كتير جدا، فشلوا انت الأول والآخر واحد فشل، بس اتعلم من أخطائك وما تكررهاش تاني. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل الضيف اللي معانا النهاردة، كله تحفيز وإيجابية، ونتعلم منه إزاي قدر يواجه كل صعوبات الحياة وقدر يوصل لأن هو يكون شخص ناجح وكرييتيف وشخص إيجابي في المجتمع، في أنه هو يوصل ويحفز كل اللي حواليه ويبقى شرف ويبقى طاقة إيجابية لأي حد ويبقى دافع لأي شاب أنه هو يبقى زيه ويتعلم منه. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مع الضيف اللي معانا النهاردة، ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، واذا كنا هنتكلم النهارده عن شخص فهنتكلم عن معنى الطاقه الايجابيه، معنى التحفيز، شخص قدوه ودافع لاي شاب ان هو يبقى زيه. اكيد مر بصعوبات واكيد تعب واكيد المرحله اللي وصلها دي مش وصلها كده هباء، لا هنعرف دلوقتي منه ازاي وصل لان هو يكون شخص كرييتيف في المجتمع ويكون شخص ايجابي ويحقق اهدافه ويحقق التارجت اللي كلنا بنسمع عنه بنقول ازاي نوصل وازاي نعرف وازاي نكون. هنعرف دلوقتي معانا مستر حسام عبده المدير التنفيذي لشركه فايا. اهلا وسهلا بيك الاول. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. اهلا وسهلا، نورتنا. زين ربنا يخليك. الحمد لله فيك. بصفه حضرتك المدير التنفيذي لشركه فايا، كنا عايزين نعرف ايه الهدف الاول من تاسيس شركه فايا. الاول بشكر حضرتك بس على التقديمه الجميله دي طبعا. زين والله اقل مما يجب. ربنا يخليك. انا حبيت اختصر. الله يكرمك. وبشكرك طبعا على البرنامج القوي جدا الناجح ده، ما شاء الله يعني حاجه مشرفه جدا جدا، وبرنامج ما شاء الله ناجح جدا. يعني لو انت هتديني فرصه اتكلم عن شركه فايا، يعني فشركه فايا يعني انا لو اتكلمت عنها هتكلم عنها كتير جدا جدا. تمام. ولكن خليني كده يعني الهدف من تاسيس شركه فايا او انشاء شركه فايا، القصه بالنسبه لنا ان احنا كان عندنا تارجتس واضحه وصريحه من يوم ما اسسنا الشركه دي. ان احنا النهارده بنتكلم في ان سوق العمل النهارده محتاج ان قد ايه نوفر فرص اكبر للشباب ونوفر فرص اكبر للمجتمع، منها بنشيل عبء عن الحكومه من توفير فرص عمل، ومنها ان في ناس كتير جدا جدا محتاجه فرص تقدر تبني بيها مستقبلها بشكل كويس جدا جدا. طيب. مش كده وبس، كمان ده يقدر ان ممكن يكون شخص يبدا حياته من زيرو بدون اي راس مال تماما. هو الموضوع بالنسبه لنا مش فكره راس المال على قد ما الموضوع بالنسبه لنا هو محتاج راس من غير مال. الفكره كلها ان نقدر ان لا شخص في دلوقتي شباب، انا اسفه طبعا مقاطعه حضرتك، في شباب دلوقتي واقفين مكانهم، طب انا دلوقتي عشان ابدا مشروع لازم يكون معايا راس مال. بالظبط. اي بص حضرتك، اي شيء في الدنيا هو محتاج راس مال. طيب. بس مش المهم راس المال، مش دي الازمه، مش دي الازمه. أوه. الازمه هو ازاي ندير راس المال ده وندير المشروع بتاعنا او ندير البيزنس ده. انا ممكن ادفع راس مال في اي مشروع، ممكن اسس اي مشروع على فكره، بدليل ان في ناس دخلت مشاريع كتير وخسرت فعليا. بالظبط. ليه؟ عشان هي فكره، مش الفكره كانت في راس المال على قد هو ازاي ادير راس المال ده بشكل كويس جدا وبشكل احترافي. شركه فايا ايدينا ان احنا نعمل المعادله دي، ان انت النهارده باختصار جدا جدا النهارده شركه عندها تارجت اقدر اوظف اكبر عدد من الشباب.
يشتغل بشكل كويس جدا، واخليه كمان اقدر احسن من طاقته الانتاجيه، واقدر اعلمه بشكل كويس جدا جدا ازاي اعرف يدير الطاقه اللي عنده، الحماس اللي عنده، اقدر ان هو حماسه يكون موجه بشكل كويس جدا. شركه فايا كان بالنسبه لها كمان ان انا اقدر اتيح فرص عمل كبيره، ومش كده بس كمان، ده انا يكون عندي برودكت او عندي منتجات كمان تتناسب مع الناس، سواء كل الناس اللي موجوده في مصر او بره مصر كمان. منتجات اكسكلوزيف، منتجات حصريه، شركه عندها منتجات بتاعتها هي، عندها بقات اختراع، شركه النهارده بتمتلك خط انتاج، شركه النهارده بتنمو كل يوم في السوق، بتعمل انتشار بشكل كبير جدا. تقريبا النهارده ما فيش محافظه في مصر الا لما شركه فايا موجوده فيها، ده بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يمكن كان عندنا اهداف ساميه كتير جدا وتارجتس واضحه كتير جدا جدا، وكان عندنا حاجات كتير جدا، ولكن انا بقول لك لو انا هتكلم عن فايا هتكلم كتير. تارجت نقدر نفتح فرص شباب للشباب كتير جدا جدا. عندنا تارجت ان يكون عندنا منتجات قيمه تناسب السوق بشكل كويس جدا ونخدم بيها المجتمع. يكون عندنا فرص ان احنا بنرفع العبء او الحمل عن الحكومه ان توفر الفرص دي. يكون عندي كمان منتج قيم يقدر يتناسب مع الناس بشكل كويس جدا. ويمكن يكون ده باختصار شديد جدا جدا رؤيتنا وتوجهنا والتارجتس اللي احنا بدأنا او الهدف بتاعنا اللي احنا متوجه وبنسعى ليه. طيب حضرتك دلوقتي بما ان ممكن حد يروح يشتغل في اي شركه بغض النظر عن ايه هي، بيبقى عامل احس ان هو تايه مش عارف يعمل ايه، مش عارف يبدا ازاي. تمام. او ممكن اي حد يقول له انت دلوقتي اشتغلت في الشركه، خد مثلا الباكج المعين ده وانت اتعامل في السوق. بالظبط. هل انتوا عندكم نفس فكره العمل دي او السيستم ده؟ بصي يا هندم، هو فكره لو بنتكلم في طريقه العمل بتاع شركه فايا، طريقه عمل شركه فايا مختلفه تماما عن اي شركه انت ممكن نسمعها قبل كده. باختصار شديد جدا، حضرتك بتشتري موبايل من اي محل. اللي بيحصل بتشتري موبايل وبتمشي بس كده، دورك انتهى عند شراء الموبايل. طيب. احنا الموضوع بالنسبه بيبتدي، يعني لو حد اشترى من شركه فايا منتج، بنقول له عندك خيارين، انك خدت المنتج بتاعنا ومشيت وخلاص وانتهينا، او انك انت خدت المنتج وانك بتعمل دعايه للشركه او بتسوق للشركه، وهندي لك مقابل التسويق اللي انت عملته للشركه دي. طيب. وبالتالي انت استفدت من المنتج وقيمته او الكواليتي بتاعته جودته، واستفدت ان ادك فرصه مع المنتج ده كمان. يعني انا مش اشتريت المنتج ومشيت، انت زي ما اشتريت الموبايل ومشيتي، لا انت هتشتري من عند المنتج بتاعنا او الحاجه بتاعتنا دي، وبعدين لما تسوق عنها او تتكلم عنها بشكل كويس انا هديك مقابل. وده اللي بيحصل كل يوم. حضرتك لو انا نزلت مثلا يا فندم اي مكان، انا نزلت مثلا نفترض مدينه نصر وسالت حد من صحابي والله انا عايز مكان، ونفترض يعني دكتور عظام كويس، هيقول دكتور فلان او الدكتور علان او كذا او كذا الى اخره. دي اسمها دعايه شفهيه. احنا اصلا فكره الورد اوف ماوس او الدعايه الشفهيه هي اللي مسيطره النهارده. ناس كتير جدا جدا مشاريع بتكبر وبتنمو بسبب فكره بس الدعايه الشفهيه او الدعايه الكلاميه. بنتيح فرصه ان انت انضميت لفايا تقدر تستفيد المنتج وتعمل دعايه، او انك انت عملت دعايه للمنتج تاخد مقابل من الدعايه دي. تمام كده. بس بما ان حضرتك اتكلمت عن الهدف من شركه فايا، لو جيت سالت اي شاب قلت له ايه الهدف في حياتك عشان خاطر توصل لما تريد، هيقول لك يا عم انا كل يوم شغال عادي والدنيا ماشيه كويسه جدا وزي الفل، اوجع دماغي ليه؟ ما انا باكل وبشرب ونايم والدنيا تمام واتعب نفسي. اتعب في ناس كده والله. اتعب نفسي ليه؟ ما انا كل يوم الدنيا ماشيه وزي الفل. ليه بنحط هدف؟ بصوا يا هند، السؤال ده في منتهى الجمال، يعني بجد فعليا هو لو كل واحد عارف هو بيشتغل ليه، المعادله تختلف. النتائج تزيد، الانتاجيه عندك تزيد. يعني اذا انت عرفت اجابه السؤال ده، انا ليه بقى عملت كذا او ايه التارجت بتاعي من ده، الموضوع هيختلف بشكل توتالي ديفرنت. يعني باختصار شديد جدا، هو انا ليه اصلا يكون عندي تارجت او يكون عندي هدف اشتغل عليه؟ الفكره من كده، المخ عندنا بيحتاج ارقام وتواريخ يكون متوجه ليها. يعني انت عملت عمليه توجيه ان انا هعمل ايه. طب فكره الارقام والتواريخ في العقل او في المخ بيحصل ايه؟ رقم واحد، انت بتحفز خلايا المخ القادره على الحلم ان هي تفكر اكتر وتكيد افكار. زي المكنه اللي انت لو عطلانه بتقدر بتصدي، هو ده الموضوع. شغلتها وزيتها هتشتغل معاك والدنيا تبقى تمام زي الفل. صح. جميل جدا. صح. المخ نفس الكلام بالظبط، محتاج ارقام وتواريخ توجه ليه، يبقى هو عارف عايز يعمل ايه. فبالتالي انا كده حفزت المخ. رقم اتنين، ان كمان ان انا بيكون عندي طاقه وباور، عندي حماس عشان انا عارف انا بشتغل ليه او انا بعمل ده ليه. مش كده وبس، كمان لما بيكون عندي تارجت وببدا ان انا احقق جزء منه، في كل تقدم بيحصل انا بحس بالطاقه بباور بحماس، بيكون عندي حافز اكبر. طيب مش كده وبس كمان، ده كمان فكره ان يكون عندي تارجت ده بيسهل عليا الوصول. يعني انا لو انا مثلا لو حضرتك ايه، انا حاجي مسافه 1000 متر، فانا كده عارف ان انا حاجي 1000 متر، انا حاجي 100 متر، حاجي 500 متر، انا هنا المرحله انا عارف انا عايز اعمل ايه. فبالتالي بيكون عندي السرعه او الوصول للهدف بتاعي بسرعه اكتر بكتير جدا، غير ما بيكونش عندها تارجت اصلا. ناس كتير جدا جدا في حياتها ما بيكونش عندها تارجت واضحه في حياتها. الناس دي بتفضل طول عمرها النهارده زي بكره وبكره زي بعده. ناس كتير جدا جدا، على فكره انا كنت واحد من الناس في يوم من الايام، بس اول ما فهمت ان المعادله في حياتك انك محتاج يكون عندك تارجت واضحه وصريحه، والتارجت دي مربوطه بارقام وبتواريخ. ارقام يعني حاجه انت عايز تعملها، فلوس ماديه، عايز تعمل شيء معين، عايز توصل حاجه معينه، دي اسمها رقم. التاريخ الديدلاين او المده الزمنيه اللي عايز اوصل فيها. يبقى اذا انا عارف انا عايز اعمل ايه،
وهوصل امتى. طب لو انا مش عارف انا عايز اعمل ايه ومش عارف هوصل امتى، بالتالي انت عايش ليه او بتشتغل ليه او بتعمل ده ليه؟ ده اللي احنا بنقوله. بالظبط. فاذا ما بتصلش جدا، يا واحد عم ما ده عندوش يكون بلان حاطط لنفسه بلان او خطة. واضح جدا. بالظبط. انا عندي البلان اوف اكشن اللي انا واخدها في حياتي، انا عارف انا عايز اعمل ايه، انا حلو. عارف انا رايح فين، انا هشتغل لحد فين، هبذل مجهود لحد فين. ودي تمام. يمكن تكون بتفرق بشكل كبير جدا من واحد عنده تارجتس واضحه وصريحه في حياته وواحد مش عارف هو بيشتغل ليه. في سؤال بقى مهم بالنسبة للتارجت. اتفضل. دلوقتي واحد حط الهدف والتارجت لكن للاسف وقف مكانه ومعرفش يحقق التارجت ده ولا تمام. الهدف ده. ده بجد. بص يا فندم، خلينا نقول لحضرتك، ناس كتير جدا جدا، او خلينا نقول اغلبيه الناس او معظم الناس، هو بيكون في وقت معين عنده حماس، عنده باور وطاقه كده، فقال لك بص انا عايز اعمل كذا، وكان متحمس جدا وقت حماس اخد قرارات. ايه اللي حصل؟ بيكون في شخصين في الوقت ده، انت متحمس جدا، في حد لما بيجي يعمل التارجت او بيحقق التارجت ده بيكون شخصين. الشخص الاول اللي هو بيكون عنده حس النجاح اصلا، هو عنده حس بالنجاح، فبالتالي هو بيكون عنده سرعه كده في ان انا عايز اوصل وعايز اعمل، هو عنده حس ده. وفي واحد تاني عنده احساس الخوف من الفشل. طب نتكلم الاول على الشخص اللي عنده احساس بالنجاح ده، حلو جدا. نبدا بالتفاؤل. خليني اقول لحضرتك حاجه، الراجل اللي عنده حس بالنجاح ده بيحصل ايه؟ اول ما بيشوف بيقابل اي تشالنج او بيقابل اي تحدي، اول حاجه بالنسبه له ان الراجل ده بيشوف في التحدي ده فرصه، بيشوف التحدي ده فرصه ممكن تعلمني، التحدي اللي تعرضت ده بيعلمني، بيخليني اقوى، بيخليني افضل. في واحد ما بيقابل تحدي بيهرب منه، او بيبدا ان هو يتكاسل، او يبدا حماسه يقل، او بيبدا ان هو يرجع ورا ويلغي كل القرارات اللي هو خدها في الاول. حلو جدا. الراجل اللي عنده حماس ده بيحصل ايه؟ بياخد قرار، او عنده حس بالنجاح بياخد قرار، والاهم القرار هو الالتزام بتبعات القرار بعد كده. حلو جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الراجل ده مش كده وبس، الراجل ده بيشوف ان في كل مشكله حل، بيشوف في كل مشكله حل. بيوجد الحلول بالظبط. للمشاكل. حلو. هو جزء من الحل مش جزء من المشكله. تمام. في واحد دايما كده ما تقول له يعني هنعمل كذا، ما انا جربت كتير، ما انا حاولت كتير، ايوه ما انا شفت قبل كده، تحصل. انا حاجه عملت قبل كده، ما مش عارف فتحت ايه وقفلت ايه، انا سافرت ورحت وجيت، لما تكلميه في اي حلول هو بيدور ايه هي المشاكل. فبالتالي ده راجل عنده حس بالنجاح، دايما بيشوف دايما ان الموضوع فيه في حل. ولسه كنا بنقول من شويه ان بيلوم على الاخرين، تبقى بالظبط. هي الشماعه بتاعته اللي جميل بعد جدا. كده صح. ده فلان ما وقفش جنبي، ده فلان هو بالظبط. السبب في خسارتي، ده ما صح اعرفش مين صح قال عليا، ده انا رحت ومحدش ساعدني، ده صح انا برافو جربت جدا. كذا مره ومحدش 100% وقف صح. جنبي. صح. مش كده وبس، كمان ده بيربط نفسه بالماضي، يعني هو بيربط نفسه بالماضي. يعني ايه؟ يعني حتى خلينا اتكلم معاك بس الاول، هو الشخص اللي عنده حس النجاح ده هو دايما بيشوف ان المستقبل افضل، وكل ما مضى هو مضى وانتهى خلاص، اللي جاي بالنسبه لي هي بدايه جديده ونقطه من اول السطر، وبيعيش كل يوم بدايه جديده، بدايه جديده، عشان ما يفقدش الحماس بتاعه. مش كده وبس كمان، ده الراجل اللي عنده حس النجاح ده بيكون شخص متعدد المهام، حد ما بنسميه كده مالتي تاسكس، يعني بيعمل مهام كتير في نفس الوقت. اعرف دي شغلي ودي بيتي وعلاقتي مع اصحابي وعلاقتي مع قرايبي وزمايلي، حد بيعمل كل المهام في نفس الوقت. فاقول لك انا ما ما بعرفش اعمل بيعطلش. بالظبط، شغال في كل اوقات في على ناس كل بتعطل الاوضاع. بقى في النص ما بتعرفش تكمل وتعمل اي ما حاجه. هو ده. لو في كمان مشكله كبيره ان ممكن حد يكون شغال بس ما بيعرفش يفصل ما بين حياته الشخصيه وبين شغله، ما هو فالدنيا بتتلخبط ما دي وبيتضغط. فكره الفصل، بنسميها كده سياسه الفصل. هو انا افصل بين شغلي، ما بين بيتي، ما بين صحابي، ما بين مش عارف عيلتي، كل اسمها سياسه الفصل. انا هفصل من كل شيء وهعرف ادير كل الحاجات في نفس الوقت عادي جدا. تمام. علاقتي مع صحابي زي الفل، علاقتي مع اهلي تمام، في شغلي تمام زي الفل، مع مش عارف. فبالتالي اقدر امانج الدنيا بشكل كويس جدا جدا، ان انا حافظ على كل الدنيا ماشيه بشكل ستيبل وبشكل 100%. وبالتالي هو ده النجاح. النجاح ده ليه؟ عشان انت عملت حاجات مش كل الناس بتعملها. حلو جدا. ده راجل عنده حس بالنجاح. اما الراجل اللي عنده حس دايما او حس الخوف من الفشل بيحصل ايه؟ الراجل ده من اول تشالنج، من اول تحدي بيبدا يتراجع، بيبدا ياخد قرار ويرجع ورا شويه. اول ما بقى ده اول تشالنج الخوف اول ده تحدي. عامل زي السوسه اللي بتقعد تنخور جوه الواحد، والله بالظبط. العظيم ما بالظبط. بيسيبوش. اوعى تعمل كذا، اوعى تروح ما اعرفش فين، خلينا اياك حضرتك، هتخسر هتفشل. في الحقيقه فكره الخوف اصلا هو كائن خيالي غير موجود. الخوف هو كائن خيالي غير موجود، مش موجود غير في عقولنا بس، احنا اللي بنصدقه، احنا اللي بنشوفه. وبالتالي ان الراجل اللي عنده حس الخوف ده من الفشل، من اول تشالنج، من اول تحدي بيبدا يرجع ورا ويبدا يتراجع ويبدا ينسى هو اصلا بدا ليه، او ينسى هو حط تارجت ليه، ويبدا حماسه يقل. تمام. ومن اول تحدي بس حد قال له كلمه احبطته، حد قال له يا عم كان غيرك اشطر، حد قال له يا عم احنا حاولنا قبليك، كل الكلام ده بيقلل عزيمته. من اول تشالنج يحصل يبدا يرجع ورا. مش كده وبس كمان، ده الراجل ده بيبدا يقارن نفسه بالاخرين. هو انا هوصل زي فلان؟ هو انا هعمل زي فلان؟ فالمقارنه بالاعلى منك بكتير جدا جدا، او تقارن نفسك بناس تانية اعلى منك بكتير، ده بيخليك اصلا تفقد ثقتك في نفسك وبتقلل ثقتك في نفسك. وكل فلما بتقلل إنسان لازم يعرف قدراته. بالظبط.
ولكن في الاخير لما انا بقارن نفسي باشخاص تانيين فثقتي بتقل، فبالتالي الباور والطاقه بتاعتي او الحماس داعي بيقل بشكل كبير جدا جدا. الهم ده كله كمان، الراجل اللي عنده حساب الخوف ده من الفشل بيعمل ايه؟ بيفضل يراقب الناس او يراقب اللي حواليه، فبالتالي بيبذل مجهود كتير جدا جدا من طاقته في مراقبه الاخرين. صح. مع العلم لو بذل نفس المجهود ده في ان هو ازاي يساعد نفسه بشكل افضل او بشكل كويس يقدر ينجح وبسرعه جدا جدا. باختصار جدا الراجل اللي هيكون عنده حس بالخوف فشل ده، ده حتى لما بيوصل، حتى لو وصل ما بيشوفش طعم النجاح، ما بيحسش اصلا بطعم النجاح. بيحس ان انا ما ابدعتش او انا ما عملتش. ليه؟ هو طول الرحله اصلا مش بيدعم نفسه، مش ملهم لنفسه، مش ايقونه بيساعد نفسه بيها. حلو جدا. وبالتالي ده الشخص اللي بيكون فعلا هو عنده حس بالخوف الفشل. عايز اقول لك بقى حته مهمه جدا جدا، هي لما اكون عندي اهداف، هو الارتباط بالاهداف الساميه، يعني اربط اهدافي او اربط التارجت بتاعتي باهداف ساميه. ما هي الاهداف الساميه عشان خاطر الشباب يعرفوا؟ لازم نستغلك النهارده. خلينا لحضرتك، هو الاهداف الساميه دي كل شخص فينا بيكون عنده هدف سامي بيشتغل عشان، يعني الكلام ده كله. بس قبل ما اربط نفسي بهدف سامي، الاول اكون فاهم ان العمل اللي انا بعمله اصلا هو عمل سامي. حلو جدا. المعنى ايه؟ يعني باختصار النهارده لو قلت لحضرتك، لو انا النهارده رايح اشتغل في محل احذيه، تمام، او رايح اشتغل في مؤسسه بتحارب بالسرطان، تمام، يعني اشتغل في محل احذيه ولا اشتغل في مؤسسه بتحارب بالسرطان؟ لو سالت اي حد اقول لك مؤسسه بتحارب بالسرطان. اشتغل في مؤسسه بتحارب بالسرطان على الاقل اخد اجر والدنيا كويسه وبعالج ناس. يعني هو حس ان هو بيقدم خدمه للمجتمع. صح ولا صح؟ تمام. على فكره اللي بيشتغل في مؤسسه بتحارب بالسرطان بيقدم خدمه للمجتمع، واللي بيشتغل في محل احذيه برضه بيقدم خدمه للمجتمع. مفيش ناس هنمشي حافيين يعني، لازم نشوف. خير ولا حضرتك بالظبط. يعني خلينا نقول لحضرتك، الراجل اللي راح يشتغل في المؤسسه اللي بتحارب بالسرطان ده لو ما عندوش الشوز بتاعه والحذاء بتاعه اللي هيروح بيه، هو الراجل ده اصلا اللي قدمه له، فبالتالي وجود الراجل ده هو سبب في وجود الراجل ده في المؤسسه اصلا. فاحنا كلنا زي منظومه بنساعد بعض وبنكمل بعض عشان نكون حاجه واحده في الاخر. اللي انا اقصده من الاهداف الساميه ايه؟ ان العمل اللي انت بتعمله ايا كان قيمته من وجهه نظرك عامل ازاي، هو لازم تكون فاهم ان هو هدف سامي. هو هدف سامي. الهدف ده انت لو شايف ان هو فعلا هدف سامي بالنسبه لك، ومركز جدا جدا ان هو فعلا بيخدم المجتمع وبيخدمك انت كفرد وبيخدم كل الكلام ده كله، بيحصل ايه؟ انت بتبدا ان انت تشتغل باعلى درجات القوه من الحماس والباور، لان انت دايما طول الوقت انت شايف نفسك انا بعمل حاجه كويسه جدا. فالكلام بيكون له انرجي او بيكون له طاقه، بيخليك عندك حافز اكبر، بيكون عندك دعم اكبر لنفسك انك تقدر فعلا تنتشر وانك تقدر تحقق اللي انت بتتمناه من ربنا سبحانه وتعالى. كلامك جميل وكله انرجي وكله طاقه. طب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الطاقه والتحفيز. اعزائي المشاهدين، نرجع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونكمل بقيه حلقتنا مع مستر حسين. ايه الحاجات اللي ممكن اي حد عايز يحقق التارجت ياخد باله منها اثناء تحقيق التارجت؟ خلينا نقول لحضرتك يا فندم، وانا بشتغل على التارجتس بتاعتي في يعني يعتبر حاجات كتير جدا، ولكن خلينا نتكلم كده يعني نقلص الموضوع شويه. في ثلاث حاجات في منتهى الاهميه وبمنتهى الدقه، لو ركزت فيهم يفرقوا معاك بشكل كبير جدا جدا. رقم واحد انا بعتبرهم كده يعني عقلك الواعي، رقم اثنين عقلك الباطن، رقم ثلاثة بنسميهم كده الاشخاص المترددون. حلو جدا. خلينا بس اقول لك ايه العقل الواعي. بس الاول العقل الواعي ده هو ده العقل اللي حضرتك بتشوفيني بيه دلوقتي، هو العقل اللي بتحلل بيه، هو العقل ده اللي بتستنتجي بيه الامور. حلو جدا. العقل الواعي ده باختصار جدا جدا يعني هو اللي في قشره المخ. حلو جدا. ده اسمه العقل الواعي. طيب العقل الباطن
هو ده العقل اللي تحت قشره المخ على طول. العقل الباطن ده هو اللي متحكم في ضربات القلب، هو متحكم في الشرايين، متحكم في الاوعيه، متحكم في كل الحاجات اللي انت ما تقدرش تتحكم فيها بشكل مباشر. حلو جدا. العقل الباطن ده هو من الاخر كده يعني هو اللي بيترجم الحاجات اللي العقل الواعي فكر فيها. طب علاقه العقل الواعي بالعقل الباطن عامل زي علاقه الفلاح بارضه كده، اللي انت بتفكر فيه بتلاقيه. حلو جدا. فبالتالي العقل الواعي بيزرع في عقلك الباطن انت بتصدقه، فبالتالي اللي بيحصل بيبدا عقلك الباطن يحصل عمليه تخيل او فيجواليز الموضوع، تبدا كل الحاجات اللي عقلك الواعي بيفكر فيها انت بتترجمها. يعني لو انت ماشي في مكان ضلمه وانت عمال تفكر انك خايف، فتخاف لو حصل بس اي دبكة حواليك. حلو جدا. طيب لو انت شايف نفسك عادي وما عندكش اي قلق ولا خوف، حتى لو حصل اي حاجه ما عندكش، ليه؟ انت مش مترجم عقلك على كده. عامل زي الوهم بالظبط. حلو جدا. بيوهم نفسه حاجات جداً. اصلا ممكن تكون مالهاش اي اساس من الواقع ولا من الصحه. حلو جدا. فبالتالي العقل الواعي بيزرع في العقل الباطن ان انت فعلا بتبدا تعيش عليه. اذا دايما خلي الكلام ليه تاثير، او الكلام طاقه لانرجي. فبالتالي الكلام اللي انت بتقوله حتى مع نفسك ان انا مش هقدر او هقدر، هعرف او مش هعرف، الكلام ده عقلك الواعي بيصدقه، وبالتالي بيصدقه لعقلك الباطن، فيبدا يترجم على ارض الواقع. اذا باختصار كل ما هزع في عقلك الواعي افكار ايجابيه، حماس بوزيتيف، هيبدا يتزرع في عقلك الباطن، هيبدا يصدقه ويبدا يترجم على ارض الواقع. الاشخاص المترددون بقى شقين، في الاشخاص بنسميهم الاشخاص العاديون او الناس العاديه، والاشخاص التانيين المتقاعسين او الناس اللي عايز اقول لك اللي هم مش هتنجح ومش هنسيبك تنجح ومش احنا مش هنجح ومش هتسيب حد ينجح. حلو جدا. الاشخاص العاديين دول هم الناس العاديه اللي في المجتمع، منهم ناس كتير جدا موجوده، يبدا طول الوقت هو في رحلتك بيقول لك لا مش عارف، مش هينفع، مش هتقدر، مش هيحصل، طول الوقت هو عشان لازم في مش قبل كل حاجه. بالظبط. في القصه كلها بالنسبه له هو دايما بيديك طاقه نيجاتيف طول الوقت، بيديك سلبيات طول الوقت، فبالتالي بيقلل من عزيمتك. الشخص الثاني هو متقاعس. المتقاعس ده الحد الاصعب شويه بقى. اللي هو مش مجرد ان هو بيقول لك كلامه خلاص، لا ده هو بيعطلك قوله وفعله وعمله وكل حاجه، هو مش حابب ان يشوفك اصلا ناجح. فبالتالي اذا انت بعدت عن ثلاث اشخاص دول وعملت مانجمنت الحياه دي كلها، الدنيا تختلف معاك بشكل كبير جدا جدا. فبالتالي خد بالك من عقلك الواعي، الواعي اللي بتفكر فيه هتلاقيه، خد بالك من عقل الباطن عشان هيترجم اللي انت هتفكر فيه، خد بالك من الاشخاص العاديون او الناس اللي هم مترددون عشان دول طول الرحله هيحبطوك، وفي نفس الوقت متقاعسين عايزين اصلا يقللوا عزيمتك بشكل كبير. هيعطلوك في طريقك اللي انت ماشي فيه. وبالتالي دي يمكن اهم حاجات، يعني خلينا نخلص الموضوع. وفي حاجه كمان هيخلوه ياخد باله، يعني الطريق اللي هو ماشي فيه خلاص هو ستريت، الناس اللي بتقعد تتكلم وتقعد تحبطه وتقعد تقلل من عزيمته، هو تركيزه اللي هو المفروض هيتشتت هيبقى ليهم هم. برافو جدا. صح كده. بالتالي هيبدا يركز معاهم، هو ركز معاهم، يركز معاهم، ركز مع افعالهم. يعني هو اللي قفل ودان عليهم خلاص، هو ده اللي هم عايزينه عشان خاطر يعطلوه في مسيرته. بالظبط 100%. صح كده. صح جدا. طيب اتفضلي. لا انا بس عايز اقول لحضرتك ان القصه كلها ان 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 الحاجات دي انت لو قفلت ودانك عن كل الكلام ده كله، الدنيا هتبقى بالنسبه لك ستيبل وزي الفل، وهتقدر تنجح بشكل كويس جدا جدا. تمام جدا. تمام. رساله حضرتك لكل شخص بيشوفنا النهارده وكل مشاهد، ايه الرساله اللي تقدمها ليه عشان خاطر يقدر يكون شخص ناجح ويحقق اهدافه ويكون يعني يكون شخص كله يفتخر بيه، حتى اولاده، اهله، اي حد في المجتمع. تمام. بص يا فندم، خلينا نقول لحضرتك حاجه بمنتهى البساطه اللي في التاريخ، اي حد في الدنيا هو عايز ينجح. بس مش اي حد بيعمل حاجات اللي تخليه ينجح. تمام. كلنا نفسنا، كله بيتمنى، معادلة صعبة. بالظبط. هو كله نفسه، كله بيتمنى، بس مش كله بيعمل افعال، مش كله بياخد قرارات عشان يقدر ان هو يوصل. كله عايز ينجح وكله نفسه ينجح، يقول لك انا عايز انجح، انا نفسي انجح، كل الكلام ده كله. القصه كلها كنت بتكلم معاك من شويه، اهم حاجه في حياتك انك لما تاخد قرار افضل شيء تلتزم بتبعات القرار، وانك تقرر انك انت عايز تعمل ده. يبقى انت رقم واحد يكون عندك التزام بتبعات القرار، ده رقم واحد. رقم اتنين انك تقفل ودانك عن كل الاحباطات والسلبيات والنيجاتيف اللي بيقابلك ايا كان شكله عامل ازاي. ليه؟ لان رحله نجاحك هي رحله طبيعي تكون مؤلمه، طبيعي تكون مؤلمه، ده العادي اصلا. فاللي بيهرب من الالم ما بيوصلش. الحديد بيتشكل وقت الانصهار لما بيتحط تحت ضغط. انت لو تحط ضغط تتشكل، بتكون افضل، بتطلع افضل ما فيك. وبالتالي تعرضك لاحباطات او نيجاتيف او سلبيات او الى اخره، ده بيخليك اقوى، بيخليك افضل. وبالتالي نجاح انت نجحت عشان انت عديت مراحل مش كل الناس عدتها. تمام. جدا. طيب باختصار جدا جدا، لازم في ثلاث حاجات تكسرهم: كسر العادات، وكسر الروتين، وكسر المنطق. الثلاث حاجات دول لو كسرتهم الدنيا هتعرف معاك. كسر عاداتك، وكسر الروتين، كسر المنطق. كسر العادات اللي انت عودت عليها، اللي هي كل الكلام اللي هو العادي، اعمل كذا عشان تبقى كذا، ما هو ده كله مريض بيه. يعني انا والدي الله يرحمه كان بيقول لي اشتغل، ادرس في مش عارف ايه، في ايه عشان تطلع توظف في ايه، فتعمل ايه. فده كلام عادي. لازم يا دكتور يا مهندس. لازم. جميل. مش مشكله. احترامنا لكل مهام طبعا. يعني لا اقصد ان احنا بنطلع كده لازم الشهاده. بالظبط. فبالتالي كان يقول لي كده، كان نفسي يشوفني حد موظف او يشوفني كذا او كذا وكذا. باختصار جدا جدا، ما هو ده الحد، الحاجه العاديه اللي موجوده اوريدي. يعني انت ما عملتش ابتكار، ما عملتش حاجه جديده، فبالتالي لو انت خدت طريق عادي
فهتوصل برضه نتيجه عاديه. طب لو خدت طريق غير عادي توصل نتيجه غير عاديه. حلو جدا، مش كده وبس، فكره كسر المنطق. ايه بقى المنطق؟ لما تيجي النهارده تقول لواحد ايه احنا هنعمل في الشهر 100,000 جنيه، فاقول لك 100,000 جنيه يا عم ايه ده، مش ممكن، مستحيل. انت بتكذب عليا. مع العلم ان في ناس النهارده الثانيه ممكن تعدي المليون جنيه. ثانيه في ناس كده الثانيه تعدي المليون جنيه. في لعيبه كوره بتعمل ارقام كبيره جدا جدا. في ناس بيزنس مان كبار جدا، رجال اعمال كبيره جدا، بتعمل ارقام خزعبليه. تمام. بس الراجل اللي بيعمل الارقام الكبيره دي صدق ان هو هيقدر يعمل الارقام دي، فكسر المنطق، يعني عمل اعمال غير منطقيه فوصل لنتائج غير منطقيه. اذا هي الموضوع باختصار كده ايه، ان انت لما هتعمل الافعال المنطقيه، الحاجات العاديه المنطقيه، فالطبيعي النتيجه تكون برضه منطقيه. اذا لو انت كسرت المنطق، حلو جدا، اللي هو اللي انت متعود عليه، تقدر توصل لنتائج غير منطقيه. يبقى احنا قلنا كسر العادات، كسر المنطق، كسر الروتين. ايه بقى الروتين؟ فكره الروتينيه البحته، ان انا بصحى من النوم هروح الشغل هرجع انام، اصحى من النوم اروح الشغل هرجع انام، يومك روتيني. فبالتالي بيحصل ايه؟ انت بتفقد لذه الشغل فما بتكونش مبدع فيه. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني مثلا تلاقي واحد رايح شغله، فيقول لك الشغل من الساعه 8 للساعه 2 الظهر كمثال، من اول ما بروح بص في الساعه، الساعه 9 الساعه 10، يا عم انا نسيت عايز اروح. عارفه ليه؟ عشان هو مبقاش عنده فكره الرغبه، مبقاش اعتاد. بالظبط، اعتاد على الروتين بتاعه ده كل يوم. فالروتين ده خلاه ايه؟ خلاه يقلل من ابداعاته، مبقاش مبدع. حد عليه انا اصلا مش حابب المكان اللي قاعد فيه. فبالتالي الروتين ده خلاه حد عادي، الروتين ده خلاه مش بيفكر انه يكون شخص كرييتور ازاي وشخص مبتكر ازاي. كل الكلام ده كله قلل منه. باختصار، خليك ايقونه نجاح، وخلي دايما دايره تاثير على كل الحاجات اللي في حياتك اكبر بكتير جدا من دايره المشكله، وبالتالي تقدر توصل بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مستر حسام، للاسف حلقتنا خلصت، الكلام كان جميل وكله تشويق صراحه، وانا شخصيا كهند قطب سعدت بوجود حضرتك معانا. انت دافع وشرف وحاجه محفزه لاي شاب، وحاجه كلك تقدير وكلك احترام وتحيات لحضرتك كشاب في السن ده، وقدرت تتحقق كل اهدافك وتنجح في سوق العمل. بنشكرك، كنت نورتنا النهارده. ربنا يخليك يا فندم. مستر حسام عبده، المدير التنفيذي لشركه فايا. شكرا جدا يا فندم. اعزائي المشاهدين، للاسف حلقتنا خلصت، ودائما بنتكلم عن النجاح وبنقول ربنا سخر للانسان الكون كله. يعني ما تقعدش تشغل دماغك وتشغل تفكيرك بكل اللي حواليك وتنسى الهدف اللي انت ربنا خلقك عشانه. اقعد مع نفسك قول انا اتخلقت ليه، او انا عايش عشان ايه. خلي ليك هدف في الحياة وانجح وحقق احلامك وحقق اهدافك. حلقتنا خلصت، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقة جديدة باذن الرحمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.